قال الله عز وجل في كتابه الحكيم: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. فمن أحسن القصص قصص القرآن والسنة. يونس ابن متى صلوات الله وسلامه عليه هو بطل قصتنا الليلة. ذكروا مولانا باسمه في 4 مواضع في القرآن الكريم، وذكروا في موضعين بصفة مشهورة بالقصة دياله: ولا تكن كصاحب الحوت، وذا النون ومعناها صاحب الحوت. فشنو وقع لقوم سيدنا يونس عليه السلام من بعد ما رفضوا انهم يعبدوا مولانا؟ شنو دار سيدنا يونس حتى مولانا خلى الحوت يبتلعه؟ شنو هو الصوت الغريب اللي سمع من وسط بطن الحوت، وكيفاش خرج منه؟ حلقة اليوم لجميع الفئات، انا متأكدة انكم غادي تستمتعوا في سماعها. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلاميلي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه. اي واحد جا جديد تنقولي مرحبا بك، واذا كنت اصلا من اهل الدار فالدار دارك. اذا باقي عقلتو في ديك الحلقه الدينيه كنت سولتكم واحد السؤال، واللي هو: من الذي لقب بامير المؤمنين؟ وكدائما معظمكم كان الجواب ديالو هو سيدنا عمر رضي الله عنه. اما سؤال حلقتنا اليوم، ما تنسوش انكم تخليوا لي اجابات ديالكم من تحت في التعليق، حيتاش كنقراها كلها. ما نخليكمش تعطلوا ونقول لكم لنبدا. مولانا خلد اسم سيدنا يونس في القران، بل انه سمى سوره كامله بالاسم ديالو عليه السلام. فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس. شكون هو هذا سيدنا يونس؟ هو يونس ابن متى. ابن متى هو الاسم ديال الاب ديالو وماشي ديال الام ديالو. يونس صفته مولانا القوم كافرين اللي كانوا تسكنوا في نينوى، واللي هي بلده كاينه في الموصل اللي كاينه في العراق. غادي يصفطوا الناس اللي هما كافرين، وغادي يدعيهم مولانا باش انهم يخليوا عباده الاصنام والاوثان والشرك والكفر بالله ويوحدوا مولانا. فعلا غادي يدعيهم مولانا، ولكن ما امنوش به، ما استجبوش معاه. فغادي يعيش ما بيناتهم واحد المده وهو تيدعيهم لعباده الله، حتى غادي يغضب عليه السلام، ماشي لنفسه ولكن لله. غادي يغضب على هاد القوم ديالو حيتاش ما امنوش، غادي يحضرهم ووعدهم بلي انه غادي ينزل عليهم عذاب الله، ولكن من هنا لثلاث ايام بالليالي ديالها اذا ما تابوش. من بعد سيدنا يونس غادي يخرج من مدينه نينوى اللي فيها هاد القوم. فعلا القوم ديالو غادي يظلهم العذاب كما تظل الغمامه اللي كتجيب الشتاء وغادي تكحل السماء، وهذا الشيء كانت مقدمات لعذاب الله وانتقامه من هاد القوم. هنا غادي يرجعوا للرشد ديالهم، وغادي يتجمعوا فيهم جميع الفئات، صغير كبير شياخ شباب حتى من الرضاع والبهائم. غادي يخرجوهم وغادي يندموا وغادي يتوبوا وغادي يدعوا الله باش انه يكشف عليهم هذيك الغمه. مولانا استجب ليهم وما غاديش ينزل عليهم العذاب ديالو. اي خيب من قال يا رب حاشا. المهم هذا الشيء هو اللي تنعرفوا على هذه القريه، ان الاهل ديالها تابوا ومولانا رفع عليهم هذا العذاب اللي كان موعدهم به لو كان ما تابوش. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. هاد الإيمان ديالهم كان سبب باش أنه يكشف العذاب عليهم. لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فيونس عليه السلام لما خرج من القوم ديالو غاضب متضايق، وعلمهم بلي أنه غادي يجيهم العذاب من بعد 3 أيام إذا ما تابوش. غادي تنقطع الأخبار ديالو على القوم ديالو، وحتى هما ما بقاوش عارفوا عليه حتى حاجة. حتى مشى للبحر وغادي تلقى واحد السفينة اللي فيها الركاب، ركب فيها. لما وصلت لوسط البحر غادي تديهم الامواج وتجيبهم، حتى غادي يتقنوا بلي انه غادي يغرقوا. فسبحان الله حتى حاجه ما كيديرها مولانا عبثا في هذه الحياه. هذه حطوها دائما في راسكم. فمولانا غادي يلهم هاد ركاب السفينه بلي انهم باش ينجوا من انهم يغرقوا ضروري يخففوا الحموله نتاع هاد السفينه باش تقدر تمشي بسلام وسط ديك الامواج. فاستهموا معناها القرعة، فساهم فكان من المدحضين. زعما كل واحد بدا تيلوح بالسهم ديالو، والقرعة ما غادي تخرج الا في سيدنا يونس عليه السلام. والمدحضين معناها المغلوبين. فالتزاما بهاد القرعة غادي يشمر باش انه يطرم من ديك السفينة. ما قالش اجي نعاود ولا ما تليتش بغيت انني نكون معاكم، سلم الامر. غادي يجهز راسو باش يتلاح من السفينة، ولكن غادي يمنعوه هاد الركاب
علاش منعوه؟ تيقولوا اهل العلم بلي انه السبب ديال هاد الشيء زوج ديال الامور، ولكن واحد من هاد الامرين. الامر الاول حيتاش كانوا عارفين بالمكانه ديالو وبلي انه نبي من الانبياء، داكشي باش انهم منعوه. زعما حنا اصلا في مصيبه ونزيدوا نلحقوا كنت نبي. اما الامر الثاني قالوا لانه كان غريب وماشي من الاهل ديالهم، هو استاذنهم باش انه يركب معاهم مركب فاستحوا منه، وهم كلهم كانوا قبيله واحده كيعرفوا بعضهم. المهم غادي منعوه، غادي يساهموا مرة أخرى، وغادي يخرج في سيدنا يونس السهم للمرة الثانية، غادي يحاول باش أنه يلوح راسه وغادي يمنعوه عاوتاني، والسهم للمرة الثالثة فكان من المدحضين، عاوتاني غادي يخرج فيه السهم، وهنا قال لهم صافي هذا أمر من الله فألقوه في اليم وهو مليم، يعني ملام، مولانا عتبه. وإن يونس لمن المرسلين إذا أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. وصف الله يونس عليه السلام بأنه أبقى، زعما هرب، داكشي باش مولانا خلاه يدوز من هذا الموقف العصيب باش يبين ليه الخطأ اللي دار. شنو هو الخطأ في نظركم؟ حيت تخرج من القوم ديالو غضبان بدون ما انه يستأذن مولانا، وهذا هو اللي تيعني انه لام مولانا عليه، زعما عاتبه. فالتقمه الحوت وهو مليم، زعما ملام معاتب من قبلنا، زعما انه اتخذ هذا الامر ودار هذه الخطوه بدون ما انه يرجع لمولانا. المهم يونس عليه السلام غادي يلوحوا الركاب من السفينه، في هذه اللحظه غادي يشدوا الحوت مباشره وهما كيشوفوا دوك الركاب. كان موقف رهيب ومحزن ومخيف، وكان هذا الحوت سبحان الله كان قاعد كيتسنى طبعا باذن من مولانا هو اللي صفته في هذه اللحظه باش انه يكون عبره لكل معتبر. هذا الحوت فاش شدوا غادي يغطس في أعماق البحر وغادي يطوف به بحار الدنيا وهو في الجوف ديالو، وغادي أمر الله هاد الحوت لما التقم سيدنا يونس باش أنه ما يخدش ليه لا لحم ولا يكسر فيه حتى شي عظم، حيتاش ماشي من الرزق ديالو. سبحان الله على عظمة وعلى تفاصيل. وفي ظلمات جوف الحوت، كان في الظلمات الثلاث، حتى قالوا بعض أهل العلم والله أعلم ما عندناش دليل على هذا الأمر باللي هذا الحوت غادي يلتقمه حوت أكبر منه. تخيلوا لما طاف هذا الحوت بسيدنا يونس بحار الدنيا وغادي يستقر في قاع البحر وتهدأت الأصوات، غيسمع الله لنبيه تسبيح الحيتان والحصى والمخلوقات لله سبحانه وتعالى في قاع البحر. في هذه اللحظة سيدنا يونس عليه السلام كان كيسحب ليه بلي أنه عند نفسه أنه تقتل. شوية بدا تيحرك الأطراف ديالو وهو يفيق، لقى راسو باقي حي، وهو دائما كان في جوف الحوت، فخر لله ساجدا. من بعد بدا تيسمع هاد الأصوات الغريبة من الحوت، فأوحى إليه مولانا أنه هذه التسبيحات من هاد المخلوقات في ديك الأعماق اللي بعيدة بزاف واللي هي اللي كتسبح مولانا. تعجب لما خر ساجدا قال يا رب اتخذت لك مسجدا في موضع لم يعبدك أحد في مثله. وهو تيسمع هاد التسبيحات من هاد المخلوقات العظيمة تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. اللي في السماء وفي الأرض عبد لله، حتى حاجة ما كتخرج على الملكوت ديالو، وهو رب العالمين. لما سيدنا يونس عليه السلام سمع هاد التسبيحات وهو في بطن الحوت معترفا بالتقصير ديالو والتفريط ديالو، قال هاد الدعوات العظيمة. وذنون زعما سيدنا يونس إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. كاين اللي غادي يفهم بلي أنه يونس كان كيظن بلي أنه مولانا عز وجل ما غاديش يقدر على هلاكه، وهذا الفهم اللي هو محرم، فالمسلم بسيط لا يجوز ليه أصلا باش أنه يعتقد هذا الاعتقاد، فهذا شك في قدرة الله وبحد ذاته هو كفر. أما المعنى الصحيح نتاع أن لن نقدر عليه، لن نضيق عليه المعيشة ديالو وحاله، وهذا الشيء اللي وقع ليه، أنه مولانا ضيق عليه المعيشة ديالو، التقموا هذا الحوت وطف به بحار الدنيا. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، والظلمات كانوا ثلاث، ظلمات الحوت والبحر والليل، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذه كانت دعوة عظيمة. ملائكة عند العرش سمعات دعاء سيدنا يونس، ولكن ما عرفوش منين جاي هذا الصوت، وهو يقول لهم مولانا واش ما عرفوش الصوت من هذا؟ قالت الملائكة لا يا رب. قال لهم عز وجل هذا صوت عبدي يونس بن متى. وقالت الملائكة ألم تنجيه يا رب؟ قال لهم بلى سأنجيه. فبقى سيدنا يونس كيدعي الله، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه
إلى يوم يبعثون. تخيلوا لو كان ما كانش من المسبحين كان غادي يجلس تما في بطن الحوت إلى يوم القيامة. وباش نبين لكم العظمة نتاع الدعوة، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه داز بالمسجد في خلافة عمر رضي الله عنه، وإذا به كيشوف عثمان بن عفان غيسلم سعد عليه. عثمان شاف فيه بتمعن وما جاوبوش، فاستغرب وقال عمر رضي الله عنه: فأتيت عمر بن الخطاب وقلت: يا أمير المؤمنين، هل حدث في الإسلام شيء؟ قال له: لا، شنو القصة؟ لا، إلا أني مررت بعثمان آنفا في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يرد عليه السلام. غادي يرسل عمر لعثمان ودعاه وقال له: ما منعك ألا رددت على أخيك السلام؟ قال له عثمان: لم أفعل. فقال سعد: قلت بلى حتى حلف وحلفت. ثم أن عثمان تذكر وقال: بلى بلى، أستغفر الله وأتوب إليه، أنك مررت بي آنفا وأنا أحدث نفسي بكلمة سمعتها من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا والله ما ذكرتها قط إلا تغش ببصري وقلبي غشاوة، ولا أبصر من حولي ولا أشعر من حولي، وأنت مررت علي في هذه الأثناء. قال سعد: فأنا أنبئك بها. يعني عثمان سمع شيئا من الحبيب ولكن ما سمعوش كامل. قال: أنا أنبئك بها، إن رسول الله ذكر لنا أول دعوة وجاء عربي وشغلوا على أنه يكمل لهم شنو كان بغي يقول لهم، حتى قام رسول الله عليه الصلاة والسلام فاتبعته، ولما شفته بلي أنه سبقني بغي يدخل المنزل ديالو ضربت بقدمي الأرض باش نلفت الانتباه ديالو، حيت ما يقدروش الصحابة يوقفوا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ويقولوا ليه نسيتي ما كملتي لينا. لا، كانت عنده عليه الصلاة والسلام واحد الهيبة اللي كانت كتمنعهم. ولكن سعد لما تبع الحبيب وقرب يدخل البيت ديالو غيضرب سعد برجليه على الأرض باش أنه انتبه لي الحبيب فعلا. تيقول: فالتفت إلي النبي فقال: من هذا؟ فقلت: أبو إسحاق. قال: أبو إسحاق؟ قال: قلت: نعم يا رسول الله. قال لي: ماذا تريد؟ قلت: لا والله إلا أنك ذكرت لنا أول دعوة ثم جاء هذا الأعرابي فشغلك. قال: نعم، دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدعو بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له. باش تعرفوا الأهمية تاع الدعوة، ما تنسوش أنكم تدعوا بها بقلب خاشع، غيدعي بها النبي الكريم المولانا فاستجاب له كما بين الله، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. شفتوا الطاعة كيفاش كتنجي مولاها؟ حيتاش كان من المسبحين طائعين لله وكرامة له ربي نجاه، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وينجيه مولانا؟ شحال مكث سيدنا يونس في بطن الحوت؟ الله أعلم، أقل ما قيل في هذا بلي أنه مكث يوم كامل، التقط الحوت ضحا وقذفه إلى شاطئ البحر في آخر اليوم، هذه أقل مدة ذكرت وأكثرها 40 يوم. والله أعلم، ما كاين شي حاجة تدل على هذا. أغلبية العلماء كيقولوا بلي أنه مكث أيام بدليل أنه مولانا عز وجل قال: فنبتناه بالعراء وهو سقيم، والمشهور عند أهل العلم مكث 3 أيام أو 7 والله أعلم. المهم، ولنا غادي أمر الحوت باش أنه يقذف نبي سيدنا يونس للشاطئ اللي كان على شكل صحراء. لما تقذف سيدنا يونس كان سقيم وعاري، وين بتليه مولانا حدا شجرة اليقطين اللي هي شجرة القرعة الحمراء. أكيد كل شيء لحكمة هو يعلمها، حتى حاجة ما كيخلقها مولانا أو تحطها من العبث كيف قلت لكم. وكاين حكمة من أنه نبت ليونس اليقطين، علاش ما نبتش ليه مثلا الرمان، البنان، أيا كان؟ ولكن العلماء ذكروا باللي أنه اليقطين عنده فوائد عديدة، اللي هي القرعة الحمراء، الورق ديالو كان رطب وكبير، وبما أنه سيدنا يونس خرج على هذه الهيئة من بطن الحوت بحال شي طفل أو لا بحال شي وليد، اي حاجه غادي تاذيه، فورق اليقطين كان رطب جدا وكبير وكان غادي يستر. قالوا بلي انه هذه الورقه كانت في غايه النعومه، ويمكن لها بلي انها تدي ليه الظل وما كيقربش منها الذباب، وكيتكل التمر ديالو من اول طلوعه الى اخره، كيتكل خضر ولا مطبوخ ولا بالقشره ولا حتى بالزريعه. وقالوا بلي انه فيه بزاف ديال المنافع وتقوي الدماغ وغير ذلك. المهم، من بعد ما رجع سيدنا يونس بخير غادي يرجع لعند القوم ديالو اللي خلاهم في الاول وهو غضبان منهم، ولقى هم باللي أنهم دخلوا للدين، فغادي يفرح بهم من الإيمان وأنهم خلوا عبادة الأصنام، وبشرهم باللي أنهم مولانا قبل التوبة ديالهم، وحتى هما بدورهم عرفوا باللي أنه سيدنا يونس كان صادق، فأمنوا به وبارك لهم مولانا في نفوسهم وفي أولادهم وحتى في الأراضي ديالهم. وهذه هي كانت قصة سيدنا يونس، كنتمنى أنها تكون نالت إعجابكم ووصلت لكم بطريقة جميلة ورائعة.
ومبسطة. دمتم في رعاية الله وحفظه. ما تنسوش أنكم تدعموا القناة ديالكم وتشاركوا القصص ديولي إذا كانوا كيعجبوكم مع الأصدقاء ديالكم والجروبات والأحباب ومع من تحبون. أحبكم الله ورسوله. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام سلام.